في أوروبا مثلا تجد الفرنسيين والإنجليز والألمان وغيرهم يبحثون في مجال المعرفة، يطورون العالم، يأتون بإمكانات فكرية وبأبحاث علمية، وديدنهم البحث، ديدنهم الثقافة، ليس ديدنهم الأكل والشرب والنوم، أو أنهم نائمون منذ سنوات ولا يعطون أهمية للمعرفة، وأنهم مجتمعات استهلاكية لا إبداع ولا عقل لهم، ولا يمكن أن يبدعوا، أن يأتوا ببحث، أو أنهم بإمكانهم أن ينافسوا العالم الغربي، والعالم الغربي متقدم متطور في مجال البحث العلمي والمعرفي والثقافي وفي كل المجالات، ولم يبقى لهم مجال إلا أبدعوا فيه، وبقي العرب هكذا يتابعون من بعيد وهم ضائعون، ولا يعنون قيمة ولا يعنون معنى ولا يعنون حتى وجودا فكريا قويا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.